السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسماء المصابين في حادث طريق الإسماعيلية الصحراوي، من فضلك اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس دعمنا باللايك يصلكم كل جديد. أسماء المصابين في حادث طريق الإسماعيلية الصحراوي أمام سوق العبور، والذي أسفر الحادث عن إصابة 13 شخص في تصادم ملاكي وميكروباص، ما أدى لانقلاب الميكروباص عدة مرات، ونجح الأهالي والمسعفون في إخراج ركاب المصابين من السيارة ونقلهم لمستشفى السلام العام. تبين من بيان مرفق الإسعاف أن 7 سيارات إسعاف شاركت في نقل 13 شخص إلى مستشفى السلام من مصابي حادث طريق الإسماعيلية أمام سوق العبور، وبينهم أطفال، وتراوحت الإصابات بين كسور وجروح وكدمات وحالتهم تحسنت. كشفت بيان مرفق الإسعاف أنه جرى نقل 13 مصاب لمستشفى السلام، وهم عبد الرحمن نجيب ومحمود حسن محمد ومنة الله أحمد وزياد مصطفى منير وشهاب أشرف السيد وخالد محمد أحمد وإسلام جميل ونبيها سيد أحمد وفاطمة مجدي عفيفي وآخر مجهول، ونادية حمدي وحسني وصابر بيومي حسين وهناء محمد رستم، وتراوحت إصابتهم ما بين خلع في الكتف وكسور مختلفة وجروح وكدمات، وتحسنت حالتهم وغادر البعض من البعض المستشفى بعد تلقي العلاج. كان مدير أمن القليوبية تلقى إخطار بوقوع الحادث تصادم على طريق الإسماعيلية، وجرى الدفع ب7 سيارات إسعاف، وتبين إصابة 13 شخص، جرى نقلهم لمستشفى السلام وحرر محضر بالوقع وتولت النيابة التحقيق. وأفاد شهود العيان على الواقع أنه وقع تصادم بين الميكروباص والملاكي، ما أسفر عن انقلاب السيارة الأجرة 6 مرات على طريق الإسماعيلية، وتمكن الأهالي من إخراج جميع الركاب دون خسائر في الأرواح، موضحين السيارة اتعجلت وجرى إخراج المصابين من السارتين بعجوبة. من فضلك اللي ما اشتركش في القناة اشترك في القناة ويفعل الجرس دعمنا باللايك ليصلكم كل جديد، وأشكركم جداً.